السلام عليكم، معكم اخوكم فرحان بناي. نفس ما عودناكم، اسبوع جديد، اخبار جديده، يعني ايجي ويكلي جديد. قبل ان نبلش يا جماعه لا تنسون اللايك، واذا مو مشترك بالقناه طق سبسكرايب. خلنا نبدي. راح نبلش الاخبار باعلان محتوى جديد حق جي تي اي 5 اونلاين. اعلنت اليوم روكستار عن المحتوى الاضافي الجديد القادم للعبتهم التي ما زالت متربعه على العرش العاب الالكترونيه جراند ثيفت اوتو 5، وهذا المحتوى قادم لطور اللعب الجماعي تحت عنوان سماجلرز ران. سياتي المحتوى بمجموعه جديده من الطائرات والهليكوبترات، كما انه سيفتح المجال الجوي للوس سانتوس وبلين كانتي، وراح يتيح لكم تهريب البضائع والتخلص من العصابات المنافسه بطرق مختلفه وجديده، وايضا تقدرون تشترون هانجرز مختلفه لتخزين الطائرات. راح ينزل تاريخ 29/8، منو متحمس لك تقول لنا تحت. خلصنا من جي تي اي 5، الحين ننتقل على خبر ثاني اللي هو شنمو ودعايته اللي سببت ازمه حق اللاعبين. اخيرا وبعد فتره اعلنوا عن دعايه جديده للعبه شنمو 3 معرض جيمز كوم 2017، والمشكله ان هالدعايه هذه سوت جدل حق الفانز وحق عشاق اللعبه هذه، وكانت تعتبر اهم اعلانات لمؤتمر سوني في 2015. وبعد المعرض مباشره تم عمل صفحه على موقع كيك ستارتر عشان اللاعبين يقدرون يدعمون تطوير اللعبة، والمشكلة وين؟ بعدها انقطعت الأخبار عن اللعبة نهائيا. لكن في معرض جيمز كوم 2017 اللي حصل قبل كم يوم، تم الكشف عن العرض الأول للعبة والتي أثار الجدل بين اللاعبين، وأن رسومات اللعبة أقل مما توقعوا، نقدر نقول تعتبر ألعاب بلاي ستيشن 2، بالإضافة أن الحركات الوجه كانت معدومة أو ما في تعابير بالمرة. وهني كان رد المتحمسين للعبة أنهم ما يهتمون إطلاقا بالرسومات، وأنهم يهتمون بقصة اللعبة فقط، والبعض الآخر قال أن اللعبة ما تم دعمها بشكل كافي. وللعلم أن اللعبة جمعت 6.5 ملايين من كيكستارتر، بالإضافة إلى الدعم من شركة سوني، بينما اللعبة القديمة شنمو 2 كلفت 70 مليون. بهالمعرض ما قالوا تاريخ إصدار اللعبة. المشكلة يا جماعة دي مكان نقدر نقول كئيب، وانتوا ايش رايكم؟ جاوبونا. والحين ننتقل على الخبر اللي بعده، إضافة تكن جديدة. أعلنت اليوم شركة بانداي نامكو عن أول حزمات إضافية للعبتها تيكن 7، والتي ستشمل معها طور لعبة ألتيميت تيكن بول، وراح يضيفون ملابس جديدة وأيضا الزي المدرسي لشخصية شويو مع أليسا. للحين ما تم الكشف عن سعر تلك الإضافة، وبنفس الوقت اللي شاري السيزن باس راح تحصل هالإضافة هذه، علما بأن السيزن باس سعرها $25. الإضافة هذه راح تنزل تاريخ 31/8، راح تنزل على البلاي ستيشن 4، إكس بوكس 1 مع البي سي. خلونا من كل هذا، الحين خبر الأخير، سويتش وألعاب وايد راح تنزل عليها. كانت شركة كوي تيكمو اليابانية قد وعدت مستثمريها بأنها ستصدر ألعاب لجهاز نينتندو سويتش بشكل مستمر، وعن طريق متجر أمازون الياباني تم رصد 3 ألعاب إضافية قادمة من الشركة للسويتش، والألعاب هي داينستي ووريور 8 أمبايرز، أوروتشي ووريورز 3 ألتيميت، وساموراي ووريورز سبيريت أوف سنادا. جميع هذه الألعاب المفروض يتم إصدارها للجهاز في 9 نوفمبر، وتم رصد أكثر من لعبة منهم باتمان The Enemy Within مع لعبة Guardians of the Galaxy، وننتظر مزيد من التفاصيل الرسمية حول موعد إصدار للعبتين. حلو أنك تشوف اهتمام نينتندو حق هالجهاز، لأن بعد زلدة وبعد سبلاتونز ما شفنا أي لعبة على هالجهاز. وننتقل الحين إلى فقرة أبرز إصدارات لهذا الأسبوع. وهذا اللي كان عندنا حق ايجي ويكلي لهالاسبوع. يا جماعه لا تنسون زوروا موقعنا extravagaming.com، واللي حاب يسمع البودكاست يقدر يسمعه على الايتونز او ساوند كلاود، واللي حاب يشوف الفيديو كاست يقدر يشوفه بالقناتنا. هذا اللي كان معنا، وياكم اخوكم فرحان بناي، اسبوع الجاي مع السلامه.